عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة هنكمل فيديوهاتنا عن زينة العيد. الزينة دي ممكن نعملها في البيوت، مامي او اطفالها تعملها وتشارك اطفالها معاها، ممكن نعملها في الحضانات وتشارك برضو الولاد معانا يتبسطوا وفرحوا ويزينوا الفصل بتاعهم، ونستخدمها كمان في حفلة العيد في الحضانة. ممكن نستخدمها في ورش العمل، بسيطة جدا مش مكلفة، حلوة قوي، شكلها جميل ولذيذ. ده فيديو رقم 2. فيديو رقم 1 ياريت تتابعوه لو نزل وتشوفوا الوردات اللي في فيديو رقم 1، تقولي رأيكم فيها ايه. دي هي تبقى فروع برضو زينة بورق اللوحات، سهلة جدا. هقولكم احنا نستخدم اولا ورق اللوحات، تاني حاجة نجيب غطا او اي حاجة، وده غطا برطمان عندي بتاع جبنة، هنجيبه وهنحطه على اللوحة ونرسم بالقلم الرصاص حوالين الغطاء ويدينا شكل مدور، ونقصه ونعمل الدوائر اللي حضراتكم شايفينها دي. هنستخدم حوالي 6 دوائر، احنا هنستخدم في دي ده، وهنرسم على اللوحة ونقص 6 دوائر من كل لون احنا حابينه. كمان هنجيب شرايط حوالي 16 سنتي في 2 سنتي وهنقطعها، عشان هقول لكم دلوقتي هنستخدمها في ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الاول ازاي هنعمل الوردات الحلوة دي او فرع الزينة الحلو ده. اول حاجة بعد ما احنا عملنا الدوائر المدورة دي وقصيناها بالشكل الغطا ده، هنجيبها ونتنيها كده اهو، هنتني الدوائر كده كلها، هما حوالي 6 دوائر، هنجيبها ونتنيها كده اهو، هنتني كل ده الستة، نحاول نخليها قد بعض عشان تبقى شكلها كويس اهو. هنجيب الجنبين على بعض كده، هنعمل الست اشكال بالشكل ده، نتنيهم على بعض كويس اهو. هنجيب بقى مسدس الشمع وهنلزق زي ما انا بوري حضراتكم كده. دي طبعا ممكن نخلي الاطفال هما اللي يتنوا الدوائر دي واحنا نلزق علشان ما نضرهمش بمسدس الشمع. ممكن نستخدم غيره برضو، الغيره الابيض للنزق علشان ما نضرش الاطفال لو حابين هنشارك في ورشة عمل او حاجة او حضانة خايفين على الولاد، او استخدام مسدس الشمع يبقى مننا احنا بقى الكبار. هنعمل كده وكل نص، او هنجيب ده كده نتنيه والتاني يكون نحاول نطبق، يكون مطابق عليه بالظبط، مش جاي يعني ولا كده ولا كده، قده بالظبط. نعمل لحد ما نخلص كل الورق كده. لزقت كل 6 دوائر في بعض، وبعد ما تنيتهم هنيجي نفتح دي كده اهو، هنيجي من الظهر هنا كده تقريبا، نجيب النص كده اهو، وهنجيب الشريطة دي اللي هي اللي احنا قصينها الاول، ونسيب جزء صغير من تحت وجزء كبير من فوق بحيث ان احنا نتني. طبعا بعد ما نثبتها اقول لكم نعمل ايه، نثبتها كده في الطفل زي ما احنا شايفين، ونسيب جزء من فوق الكبير، نحاول ان احنا نكبر الجزء اللي فوق شوية من الجزء اللي تحت، وهنجيبها كده بالشكل ده كده اهو.
هنجيب بقى خيط المنكب ده او اي خيط يكون جامد عشان نبدأ نعمل الفرع. هنثبت ده ازاي بقى؟ هنقلبه كده وهنحط شمع فيه هنا. طبعا ممكن نستخدم الغيرة زي ما اتفقنا، وهنبدأ نثبت الخيط فيه من الخلف كده وكده، ونلزق كده نتني كده الجزء ده عليه عشان يثبت، وده هيبقى شكل الشكل التاني معانا في زينة. طبعا ممكن نعمل اكتر بقى من حاجة ونعمل فرع كامل بالشكل الزينة دي. الزينة دي بقى تتعلق، بتبقى على الحيطة روعة مع الوردات اللي انا عملتها في الفيديو الاول اهو، الشكل يبقى حلو قوي. لو عجبكم بالفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اتمنى تشتركوا فيها. مع السلامة، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. مع السلامة.